وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيفي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. أهلا ومرحبا بك معنا دائما على شاشة إكسترا نيوز. وفي البداية نفهم، ما هي قمة المستقبل أستاذ عماد؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك يا أستاذ هشام. هذه القمة مفروض تناقش مواقف ورؤى والدول المختلفة لقمة المستقبل اللي هي مفروض هتعقد في على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 و23 من هذا الشهر. ودي كما يعلم كثيرون يعني كان فيها استعدادات كثيرة جدا بتتكلم على الموضوعات التي تهم البشرية لفترة طويلة مستقبلة، من أول المناخ، التنمية المستدامة، الاستقرار في العالم، التكنولوجيا، التدريب، موضوعات كثيرة جدا يفترض أنها تكون تهم كل البشرية، وبالتالي المشاركة فيها هو جزء من التفاعل المصري المستمر مع القضايا المختلفة التي يعني ينشغل بها العالم. ما لفت نظري اليوم في كلمة الرئيس وأنه ربط هذه القمة بموضوعاتها بالصراع الموجود في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على غزة، والجزء الأساسي أنه لا يمكن للأمم المتحدة أو للعالم أنه يتكلم عن تنمية مستدامة ومناخ وابتكار وهناك قوى باطشة زي إسرائيل بتقتل وتعربد في المنطقة. السيد الرئيس لم يقل ذلك يعني نصا، لكن كان واضحا بيقول أن القمة بتنعقد في ظل حالة تصعيد خطيرة في الشرق الأوسط، وبالتالي هذه مقاربة مصرية مهمة للذين يسألون ازاي مصر بتواجه العدوان الاسرائيلي. مصر بتبذل كل الجهود في كل المجالات بطرق مختلفه. الكلمه زي النهارده هي رساله واضحه الى العالم اجمع انه لا يمكن الحديث عن تنميه مستدامه وتطور وابتكار وكل هذه الموضوعات المهمه في حين ان هناك دوله مثل اسرائيل تقوم بالعربده في المنطقه بهذا الشكل الذي نراه. وهذا الوضع المتأزم ربما أستاذ عماد في الإقليم يطرح التساؤل عن ماهية وفعالية قمة كقمة المستقبل. هذه القمة تسعى إلى وضع ميثاق عالمي للمستقبل، يعني أعتقد أنه لن يكون فعالا في ظل الوضع القائم. بطبيعة الحال هناك توازن قوة موجود في العالم، بس مهم جدا، أنت مصر دولة مهمة في المنطقة وفي العالم ولها حضارة، مهم جدا ان تشارك في كل هذه الفعاليات، ومهم ان تقول رايها، مهم ان تقول للامم المتحده ايضا مغلوبه على امرها. الامين العام للامم المتحده يتحدث ليل نهار، ولسه من يومين او من امبارح بيتكلم على العربده الاسرائيليه، لكن لا حياه لمن تنادي كما يقولون، والاسرائيل ماضيه في عدوانها المستمر رغم كل الاعتراضات الدوليه، لكن للاسف الشديد تتمتع بحمايه الولايات المتحدة. المهم ان كلمة السيد الرئيس ايضا لم يعني تختصر فقط على هذا الموضوع المهم، ولكن ايضا تحدثت عن هيكل النظام المالي العالمي وضرورة اصلاحه. نعلم جميعا ايضا ان الامم المتحدة وهيئات دولية ودول كبرى تتحدث ليل نهار عن ضرورة التنمية المستدامة، عن مواجهة التغيرات المناخية، وعن ضروريات كثيرة جدا، لكنها لا تفعل شيئا عمليا على ارض الواقع لكي يتم تنفيذ ذلك. وبالتالي النهارده الرئيس كان بيتكلم على ضروره ان دول الجنوب الناميه تحصل على التمويل اللازم لتحقيق التنميه المستدامه. وتواجه ازاي مشكله الديون، وهي دي قضايا معظمها لم يكن لها دور كبير فيها في دول العالم الثالث. وده بيقودنا الى الالتزامات اللي الدول المختلفه الكبرى قالت ان احنا هنقدمها للدول الناميه فيما يتعلق بالمناخ على سبيل المثال، لكن لم يحدث الشيء الحقيقي حتى هذه اللحظه. وبالتالي مهم ان يعني ننبه طوال الوقت ان ما يتعهد به الكبار لا يتم الالتزام به، ثم ياتي هؤلاء الكبار ليقولوا ان القوى الناميه او الدول الناميه هي التي تسببت في هذه المشكله. وربما في توصيه ايضا مباشره للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في النقطه المتعلقه بالدول الناميه، وان تشارك في صناعه القرار الاقتصادي مشاركه مباشره. نعم، هذا طبعا مطلب مصري ومطلب من دول الجنوب والعالم الثالث، وكما نعلم الدول الكبرى تعاند او تمانع او تقتل لانها لا تريد لنفسها ان يكون لديها مثل هذا الامر للاسف الشديد.
فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي، رئيس عبد الفتاح السيسي كانت له تصريحات واضحة أيضا في هذه الكلمة بخصوص الالتزام بالقانون الدولي، وحضرتك أشرت للوضع المتأزم في الإقليم في بداية حديثك. هل هذا الميثاق يؤكد مرة أخرى على القانون الدولي وضرورة الالتزام به، أم يعني لا سيركز على موضوعات التنمية المستدامة بشكل أكبر؟ كما تعلم يعني مصر دائما تتحدث طول الوقت عن ضرورة تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ليس فقط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن فيما يتعلق بقضايا كثيرة، ومنها على سبيل المثال قضية المياه. النهاردة الرئيس بتكلم في أشار إشارة مهمة جدا اللي هي نفاذ جميع الدول إلى المياه اللي هي متشاطئة فيها، وبالتالي مصر بتطبق أو بتدعو لده في كل المجالات. القضية هي كيف يكون هناك إرادة دولية حقيقية من الدول الكبرى لتطبيق ده على أرض الواقع. مصر بتبذل جهد، دول أخرى، البرازيل، الدول البريكس، دول مستقلة، لكن للأسف الشديد القوى الكبرى جميعها سواء في اليمين الشرق أو الغرب، يمين أو يسار، لا أحد يبحث إلا عن مصلحته، في حين تترك قارة زي قارة أفريقيا لا يتم الالتزام بما تم الاتفاق به في مؤتمرات دولية كبرى، ثم يأتوا بعد ذلك ويقولوا أن هذه القارة ساهمت مثلا في التغيرات المناخية أو في أزمة الديون، رغم أنها ليس هذا صحيحا بصورة كبيرة كما تزعم الدول الكبرى. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة شروق وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك.